كنت قايم تعمل ايه؟ كنت قايم تعمل ايه؟ قايم لها يعني تعمل لها ايه في رجلها؟ على مهلك 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 على مهلك. بس ايه؟ حديد؟ لا 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 رجلي اتلوى. ثانية 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 ثانية. ايه البتاع اللي بتحصل لي دي؟ ليه فاكره ما حصلت لي قبل كده لما وقعت؟ لا انت ما اتخبطتيش، انت رجلك لسه ركبك وجعاكي مره واحده دي. فاكر الموضوع اللي هو الشد اللي بيحصل هنا؟ اهدي بس اهدي، ريلاكس كده، افرديها. طب معلش، طب ممكن تقولي اللي انت عملتها لي قبل كده دي كانت ايه الحركه اللي هي اللي في افرد؟ بتشدي رجلك على قدام. تحركي العضله بس الخلفيه. حضرتك عملت لي حاجه قبل كده، رحت شدد لي صباعي جامد كده اللي هو مش الرجل دي، كانت ايه بقى؟ احنا بنعمل استريتشات كده، يعني العضله الخلفيه بتاعه السمانه عشان خاطر انا وقعت نفس الوقعه دي برضو. انا مش عارفه ليه رجلي دي متوقفة على غفله، فدايما ابقى ماشيه. ممكن من الاسترس؟ ممكن. طب قول لي بقى عملت لي ايه المره اللي فاتت عشان انا هخلي حد يعمل دلوقتي. رفعت لي دي الاول. أيوة. رحت شدد لي المشط جامد بالظبط كده، وتحركيها يمين وشمال. شوف مش عارفه اعملها ازاي. عملت لي هنا حاجه كده، فكت العضله اللي قفش، ما هي متقلصه اهي. اعمل ايه طيب؟ ما تعمليش دلوقتي، سيبيها دلوقتي، هتفك ان شاء الله، هتفك على مهلك. كمان معلش. نزل اعلان كمان. دقيقه وانا اتحسدت. معلش انت زي ما انت برضه المؤمن مصاب. انت معاك تليفونات؟ لا. نطلع طلعنا ورجعنا لكم مكملين مسابقتنا هو وهي مع مصطفى وياسمين. ياسمين، انت شايفه نفسك شخصيه سهل تستثار وتتعصب ولا شخصيه بارده؟ بارده. انا قلت عليكي كده برضه والله بصراحه، اول ما شفتك يعني مش قصدي بارده اللي هو غلسه، بارده اللي هي يعني راسيه. طيب بارده بنسبه كام في الميه؟ على حسب. ايوه اديني نسبه. طيب انت عارفه نفسك؟ 50 60. ايه هو انت برج ايه؟ حوت. انا افتكرتك الاسد، اصل برج الاسد هو بيحب يلعلع في الالوانات وتو ماتش تايجر كده وحاجات كتيره. لا مش كتيره، هو بيحب الحاجات المنوره الذهبيات. هو اللي مختار لي الطقم اصلا. مصطفى اللي اختار الطقم؟ بس ده مش ذوقك. لا 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 انت بتحاولي تخسريه. لا ده مش ذوقك. انا قلت لها ايه بتقول لي يعني البس ده ولا ده؟ قلت لها البسي ده اللي كنت فيه بكذا، قلت لها البسي ده. هي كانت عايزه تيجي. ممكن ذوقك اتغير مع الوقت. طيب طيب مصطفى، انت بتتعصب بسرعه ولا شخصيه هاديه؟ بتعصب والله، الحاجات اللي بتعصبني بتخليني متنرفز جدا، زي مثلا حاجات مصيريه في حياتي، شغلي بتاع دي، بتخليني ممكن يبقى مودي وحش طول اليوم وطول الاسبوع وطول الشهر لو الموضوع مكمل معايا. فاصل وهنرجع تاني مكملين مسابقتنا هو وهي مصطفى وياسمين. طيب انا ممكن اطلع رش سبراي؟ معلش مفيش مشكله. على مهلك. الف سلامه عليك. شباب الله يخليك. شباب شباب حد يلحقني بقى في الحته دي بسرعه. تسلم يا عبدو. انت كنت قايم تعمل ايه؟ كنت قايم تعمل ايه؟ كنت قايم تعمل ايه؟ قايم لها يعني تعمل لها ايه في رجلها؟ اقول لها شدي العضله كده. ايوه بقول لك انت كنت بتعملها لي ازاي، فانت كنت قايم، كنت قايم تعمل ايه بقى؟ لا هي بتقول لي اعمل ايه؟ اعمل لي شد. لا انت بتقول لك انت كنت عملتها لي ازاي؟ يعني ايه عملتها؟ بتقول لك انت كنت عملتها لي قبل كده، ف يعني عايزك تعملها لها يعني. انت فهمت غلط. لا انت كنت قايم دلوقتي؟ يعني اعمل لها حاجه دلوقتي يعني؟ انت كنت قايم والله. والله ما قايم ولا حاجه. انا بتقول تسالني بقول لها وانا ايه اللي قايم؟ بتسالني بقول لها اعملي العضله كده، شديها كده بس.
نعم انا لا حضرتك بس عين الاستاذ بس عايزك سامع دي واحده بس معلش نعم ليه هو مفيش حد هنا يعني يعمل لها طب لو سمحت انا عايزاه عايزاه هو فين معلش هو راح ايوه فين انا اروح له نعم كله جاي والله مش جاي عفوا هو الباب ده بس مقفول مش هنعرف نخرج يعني ايه مقفول يعني مش هنعرف نخرج عشان هم قافلين علينا من بره بس طب انا عايز اطلع مش يعني بس دقيقه واحده جايه والله العظيم انا بس اصلا مش سامع حتى هو خلاص جاي هو جاي هو جاي طب اوكي انا عايز اطلع له ماشي ما هو جاي مش هينفع معلش ما تضرناش معلش ايوه يعني ايه مش ما هو جايين على طول دلوقتي طب انا عايز اطلع مش هينفع اتفضلي معلش معلش اتفضلي اتفضلي معلش معلش اسف انا ده اول يوم جاي حضرتك ما تعمليش مشكله معلش اسف معلش اسف هو جاي على طول هيعمل لها رجل مفيش والله على طول شكرا حضرتك جدا هو كنا حضرتك قلت دقيقة فات عشر دقايق يعني طب حد ينده له طيب يعني ايه يعني هم في اوضه لوحدهم يعني لا لا طب ايه يعني ما عايز امشي خلاص خلاص لا لا دلوقتي ايه في انت كنت بتعمل ايه مفيش معاها بس كنت عايزين حاجه ايه يعني كانوا بيقولوا لي انت بتعملها رجلها رجلها كانت شده بقول لها افرديها بس لا بيقولوا ان انت بتعمل لها رجلها بعمل ايه يعني اسمها؟ انا بس بسألك مفيش حاجة يعني ايه مفيش؟ مفيش حاجة يعني عادي يعني عادي؟ طب انا عايزة امشي طب انا مش مصلحة ايه دي؟ عايزة امشي طب ايه دي؟ بس هي بتقول لك انت عملت لي رجلي حلو انت بتقول لي هون ان انت ما عملتهاش وهي بتقول ان انت عملتها عادي يعني مسكت مشت رجليها ورفعتها والله؟ ايه المشكلة؟ المشكلة؟ اه ايه المشكلة؟ اما يحصل واحد شد عضل ايه اللي بيحصل؟ انت مالك؟ مش بالكورة انت مالك؟ والله مش على بالي عشان ما اعرفش تاني انا على مهلي على مهلي خالص عارف مين كلمتني دلوقتي؟ منار قلت لها انت مش عارفه مين معانا النهارده نهار انت عندك حاجه بعد دلوقتي؟ لا خليك قاعد معانا شويه احنا لسه عندنا شغل تاني بس متاخر ماشي انا هلمهم النهارده والله لا والله انتوا ساكنين فين دلوقتي لسه في الحدائق حدائق الاهرام اه لسه في الحدائق يعني قريب تعرف تروحي لوحدك لا هو ما بيسيبنيش لوحدي طب تروحها وترجع لنا ماشي مش مشكله اروح وارجع لكم انا كلمت منور وكل العيال جايه والله العظيم انت مش متخيل نظبط ان شاء الله يبقى. خلاص ماشي يلا رجعنا انت مش معاكي العيال؟ نعم مش معاكي يوسف روح يا اوبر عادي انت تقعد فين يعني؟ مفيش عندي شغل هنا لسه عندي شغل لا مفيش الكلام ده انا عندي شغل مش فاضي ان انا اعمل حاجه انت روحي مالكيش دعوه مين ده اللي مش هيقعد مع حد مين لسه بتقول لك هيجي مش هيجي لا هنروح لما يخلص الاعلان ده بقول لي
ده لسه معانا. طيب ايه مشكلة حضرتك؟ انت كيف فعلا بتعطليه والله العظيم بجد؟ انا قلت لهم انت هتعمل ورشه تاني، ماليش دعوه انا اللي لا والله مش قوي كده. نعمل لكم ورشه تاني محتاجين. قلت لهم ما عندوش وقت للاسف. لا عادي والله، والله ممكن الواحد يجي معاكي جدول يعني؟ طب ما ينفعش وقت عشاننا؟ ينفع كل حاجه عشانكم. الله يخليك والله العظيم. حتى لو ساعتين كل اسبوع نعملها والله، نظبطها كده مثلا نخليها يوم جمعه، كل يوم جمعه من الساعه 6 ل 8 كده تبقى كويسه، ايه رايك؟ 6 ل 8 ماشي، حتى يبقى حلو. كله بالنسبه له بريك واجازه وحاجات كده. اه حلو ده، ماشي تمام. بس انتوا تيجوا بس انا معايا، خليها لنا بالليل يعني، حلو الوقت ده تمام. ماشي اللي راح نظبطها. ما ينفعش بعد كده؟ ما ينفعش بعد كده شويه. عايز الساعه كام؟ 10 عشان انا بخلص هنا مثلا 11 ونص. انت عندك شغل الجمعه؟ اه هظبطها لك مش مشكله. انا كنت كده هضطر اجي لك الاول بعد كده اجي على هنا، فانا هبقى متنشنه مضغوطه. لا خلاص عايزه اظبط التايم، خليها لنا مثلا 11 حتى لو مثلا هتخرج المدام والولاد تبقى بقى بعد كده خلصت وما وراكش بقى حاجه. خلاص مش مشكله. يعني مثلا اقول للعيال تبقى امتى؟ من 12 مثلا ل 2. حلو ولا كويس التايم ده؟ كويس لا التايم ده كويس عشانك. لا انا تمام والله، انا بسهر انت عارف. والله العظيم انا لحد دلوقتي بتوتر منك معرفش ليه بس. زي ما انا والله عادي. ما اتغيرتش انا؟ اتغيرت يعني شويه. ايه بقى؟ لا هي الضحكه والبصه لا، بس برضو وقت زمن حاجات كتير اتغيرت كتير، وقت كبير. انا حاسه ان انا هديت اصلا يعني، ما بقتش. اه ما انت، انا مش متخيلك مذيعه وبتاع قاعده ونرجع فاصل ونعمل وبتاع. يلا بينا. ورجعنا لكم في هو وهي اللي ما طلعش، هو وهي اللي طلع مراتي في ورطه، لا تراجع ولا استسلام الجزء الثاني. مصطفى عمل مقلب في ياسمين. حتى شفت الحركه دي. ايه انا كنت عشنو اكبر اللي كنت هشنقك أكبر بره. طب والله العظيم انت ست اصيله بجد. اما تشنقك هنا وتجيبوا لنا مصيبه. هي ما تعرفش ان انت صاحبتي بجد على لا والله لا، انا بيعمل فينا مقلب.